بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتحدث عن لماذا تم اختيار اسم تعاونية الأخضر. هذا الاسم تم اختياره تمشيا مع استراتيجية المغرب في إيجاد وطن أخضر، في إيجاد منطقة بيئية بامتياز تتماشى واتفاقيات المغرب على مستوى البيئي. ثم أننا ننفتح عن التنوع في العسل هو انفتاح عن هذه المناطق المتنوعة في بلادنا، من الصحراء، السهول، الجبال، المناطق القريبة من البحر البعيدة منه، وهي التي تخلق مجالا بيئيا نستطيع من خلاله أن نجد الخصب في النبات، الخصب في الزهور، الخصب في بعض المواد البيئية والنباتات التي تجعلنا بالفعل ننتج عسلا متنوعا. عندنا عسل الدغموس ومناطقه معروفة في المناطق الجنوب، في غمسكروت، في الأطلس الكبير، في تارودانت. عندنا عسل النباتات الشوكية سواء الصحراوية أو الموجودة في منطقة الغرب. عندنا كذلك العسل الأوكاليبتوس وهو مشهور في مناطق الغرب عندنا، ويوجد في مناطق أخرى، وتنوعه من منطقة إلى أخرى يغير نكهة العسل الذي نستهلكه، بالإضافة إلى أخذ بعض المواد التي ينتجها العسل والتي مثلا متعلقة بحبوب اللقاح والتي تساعد على تقوية المناعة بالنسبة للإنسان أو التغلب على بعض الإكراهات في التنفس إلى غير ذلك، بالإضافة إلى البروبولي وهو كذلك للملكة، وسمي هذا الاسم خذ أساسا من كلمة يونانية التي تعني حماية المدينة، وبالفعل النحلة أو الملكة تنتج هذا النوع من المنتوج لحماية مملكتها وخليتها. نحن سعداء بطبيعة الحال بهذا المعرض الذي يؤكد التنوع الذي نحن عليه في كل المجالات، والشكر الجزيل لوزارة الفلاحة وكذلك لهذه المبادرة الوطنية التي بالفعل أنتجت هذه الطاقات المتعاونة في شكل تعاونيات، وشكرا. الاسم ديالي مريم، عضوة في تعاوني ديال إكليل جبل، بالضبط في دوار عامر السفلية، إقليم القنيطرة. حنا تعاونية كنتكونوا من السادية النساء، كنتجوا العسل، منتجات خلية النحل بصفة عامة، منها العسل، حبوب اللقاح، بروبوليس ولا جوليا واير. حنا التعاوني ديالنا كنديروا داكشي طبيعي 100%، بالنسبة للعسل عندنا حر 100%. عندنا 12 نوع ديال العسل. لا حر 100%، ما كنزيدوا فيه حتى شي حاجه. مثلا الدغموس كاين بعض التعاونيات اللي كيزيدوا فيه واحد الماده اللي كتعطي داك الحروره. حنا العسل عندنا طبيعي 100%، الدغموس كيكون حر، الحروره ديالو طبيعيه، ما كيكونش داك حار، ما كيدير لك لا دخان حتى شي حاجه، طبيعي 100%. بصفه عامه العسل كامل حر. عندنا 12 نوع ديال العسل، منها العسل ديال الخزامه، كاين ديال الكاليبتوس، كاين ديال الخروب، كاين ديال الجبل، كاين ديال الفرنان، كاين ديال الدغموس، كاين الزكوم، كاين الاعشاب، كاين الليمون، كاين السدره، كاين السدره. كاين انواع كثيره كيف 12 نوع هي الانواع اللي كتمشى بزاف ومطلوبه. كاين الدغموس كيكونوا الناس الاغلبيه طالبينه، كاين الكاليبتوس والجبل حتى هو مطلوب بزاف، والفرنان. هادو بالنسبه للناس هذا. وكاين الناس اللي كيكون عندهم مثلا مشكل في الجهاز الهضمي كياخذوا ديال الخروب، العسل ديال الخروب كيصلح لهم، حتى هو كيكون كيطلبوه بزاف. بالنسبه للعسل ديال الماكله كيكون الليمون ولا الاعشاب، الناس اللي كتبغي غير الماكله بحال هكا. الاثمنه كتبدا من 100 حتى 300 400 درهم الكيلو، من 100 درهم حتى 300 400 درهم.